ازيكم عاملين ايه؟ اخبارتكم خير وسعاده. النهارده هنصور حلقه جديده من برنامج شورت نوت. هنتكلم النهارده عن نوع من الاملاح اسمه الامورفس يوريت والامورفس فوسفيت. الامورفس بكل بساطه بيجي يقول لك انت عندك رمه على الكلى، تمام؟ بيتم تحديد نوع الامورفس بتاعتي عن طريق البي اتش. لو البي اتش بتاعتي اسيدك ده معناه ان انا عندي امورفس يوريت، لو البي اتش بتاعتي الكلاين ده معناه ان انا عندي امورفس فوسفيت، تمام كده؟ طيب ايه الفرق بين اليوريت والفوسفيت؟ قال لك ان اليوريت بتاعتي بتتميز ان اللون بتاعها بينك، لونها روز كده جميل. تيجي تعمل سنترفيوج للعينه هتبص هتلاقي الوراثه اللي عندك لونه روز. قال لك الامورفس فوسفيت بتتميز ان اللون بتاعها وايت ابيض، تمام كده؟ يبقى اول حاجه عندي ان الامورفس يوريت بتبقى في البي اتش الاسيدك، الامورفس فوسفيت بتبقى في البي اتش الالكلاين، لون الامورفس يوريت بيبقى بينك، لون الامورفس فوسفيت بيبقى وايت. قال لك بس كل واحده ليها ميزه، ايه هي؟ لو انت جيت طلع عندك امورفس فوسفيت، عاوز تتاكد هي فوسفيت ولا لا، هتجيب نقطتين من حمض الخليج المخفف، تمام؟ وتيجي حاططهم او حاطط نقطه هتلاقيها اختفت. يبقى دي امورفس ايه؟ فوسفيت، تمام كده؟ طيب في الامورفس يوريت قال لك لو سخنتها هتختفي. يبقى انا اللي بيفرق عندي اليوريت من الفوسفيت ان انا لما احط نقطه من حمض الخليج الثلجي المخفف على السامبل بتاعتي هلاقيها اختفت، تبقى دي امورفس ايه؟ فوسفيت. طيب لو انا خدت العينه وهي مدياني لوس بلوز وسخنتها هلاقي الامورفس يوريت بتاعتي اللي حصل فيها اختفت، تمام؟ ده كان شورت نوت بسيط جدا عن الاملاح الورمديه في جسم الانسان وانواعها وازاي بفرقهم. يعني اتمنى الشورت نوت يكون مفيد ليكم. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب للقناه. كان معكم كابتن مهندس سبايك.